الكلام تاعك مشيه على فريده وسليمان وخديجه، مشي عليا انا، فهمتي؟ الرويش اللي عاد يرفع صوته عليا وقادر حتى نرفع يدي اذا زدتي طولتي لسانك عليا. انا ما جيت على هذا الشيء، ومليح كي حبستي الخدمه بنتي على خاطر السيد يحوس على امراه قاعده في الدار. سيد؟ شكون هذا السيد؟ خليها تكمل. كملي خالتي مريم. هو باباك يسقسيني واش راح نقول له؟ شوفي ما رانا تفهمنا، ما كاش دار ما كاش زواج، نعاود الغلطه تاع زينب. عندك الحق في ذي حاجه، غلبتيني. لي قرص الحنش من الحبل اللي خاف. واش تعرف انت في الرجله؟ الرجله ترمي دارك وبناتك، ما تسقسيش عليهم، لا كلاو ولا ما كلاوش، لا صحاح لا مرض، هذه هي عندك الرجله، ولا راك تاكل على مرتك تخدم عليك. اسمعني لو كان بها حاجة زينب كوري قاتلك. وين هي زينب تاع بكري وين؟ وانتوما علاش ما رحتوش؟ قالوا لنا على السفريال. عمو مراد اليوم تروح للخارج ان شاء الله. وقتها ترجع؟ مانيش عارف، بصح غير نوصل اني نكلمكم. عمو مراد على بالك انا حين توحشوك؟ على بالي ما كان غير انتوما اللي توحشوني في هذا الدار، بصح نوعدكم كل يومين نعود نعيط لكم. ها أعطوا بوسة لعمو. يا وتروح
هذا نهار سعيد حزين. راح نخلي ما وبابا حدهم. آه بشرى حد النهار تتمناه وتحلم بيه كل بنت في العالم كل. هيا بكى حتى بشرى حتى. هاي راح تبكيني حتى أنا معك. هاي خلاص. اسمعي اختك وين راحت؟ راني تراجع في دروسها يا اخي. على بالك هاد العام عندها الباك. روحي قولها توجد العشاء انا ما عنديش الوقت. خياطه هذه لازم نكملها اليوم. خلي دوك انا نوجدو. لا لا روحي انت ركبي القفالي. نكمل السياق ونروح نركب القفالي. ديري واش قلت لك ما سمعيش. انا عييت ظهري تكسر من القعاد. ماما خليني انا نركبها. طرقي وجهك انت. هذاك النهار ركبتيه معوجين وجات مولاتهم دارت لي حالة وقيل نسيتوا بلي الماشينة هذه اللي كبرتكم ورجعتكم نساء ولازم تعاونوني بالصيف عليكم. والله حطيتوا باباكم هو اللي وكل فيكم. هذاك يخدم لي شهر وخمس شهور قاعد والشي اللي يربحوا رح يخسروا في الديمينو. على بالنا هاد الحكاية سمعناها ألف مرة. والله طوال لسانك يا للا وعدتي ترجعي لي الهضره كلمه بكلمه. ما نزعفش عليك عندك الحق في كل كلمه قلتيها. سعي ايمان روحي عاونيها وانا طيب العشاء. لا لا روحي انتي راجعي دروسك على الاقل تنجح وحده فينا وترفد اختها. هاني نشوف فيك عيانه حتى انا عييت من القرايه. قلت لك لا لا الباك راح قرب ولازم تجيبيه لازم تجيبيه فهمتي. روحي خليني نكمل وحدي. عندك الحق يا مرت بابا ما هربت من مسؤوليه وخلتنا حاصلين. وش بيك يا بنتي من اللي جيتي وانتي ساكتة؟ ما عندي حتى حاجة نقولها. إذا انتي ما عندك حتى حاجة تقوليها أنا عندي ما نقول. ما تقولي ليش بلا حتعودي لي الموضوع تاع كل مرة. ما زال نعاود ونعاود حتى تعطيني جواب تقنعيني به. يا ما خلينا من هذا الموضوع وانا واش بيدي ندير؟ بيدك ديري يا بنتي ادفعي راجلك يروح يداوي. مانيش حابه نحرج. ما تحرجيش يا بنتي ياك طبيب قال العقم جاي منه ما هوش منك. كل حاجه بوقتها والوقت إذا راح ما يوليش يا بنتي. ما تحرميش نفسك من الذرية. هذا مكتوب ربي. صح كل شيء بمكتوب الله
السبب يا عبدي وانا نعينك؟ ياك قالت بي اذا عالج كاين احتمال ربي يرزق. نقولك الصح صح ما منيش قادره نقوله، خليه وحده يقرر. مازال ما كملتيش؟ راني قريب نكمل. بزاف عليك تيتاني، بزاف عليك السهره تاع القرايه كل يوم، ونهار يقرب ليكزامين تكوني فشلتي. ما تخميش ما نفشلش، ياك وعدتك باه نجيب الباك ولازم نجيبه. ما تكونيش متاكده من روحك، يعود تاني كاش ما يصالك وما تجيبيهش، على بالك رايحه تكون لك صدمه. المهم راني متاكده باللي درت اللي عليا وكثر من جهدي. ريحي شويه ورقدي، انا تاني رايحه نرقد. تظني كلام ربيعة صحيح؟ يعني صح تكون نساتنا؟ علاه راكي تشوفي في العكس، راكي تشوفي براوات وتليفونات يهبطوا علينا كي نو. هذه 10 سنين من اللي راحت عمرها ما سقست علينا. يعني تكون مهني درك، تكون مليحة وبالك راهي. خليني نرقد راني عيانة، الصباح نوض بكري وانتي تاني. وربيعة تظني عندها الحق؟ ايه راضي اختي، كي نتفكر واش عملت فينا في صغرنا نكرهها نكرهها، بصح كي نسمع كلامها نقول عندها الحق. انا اللي نعرفه ما نحب حتى واحد، لا ربيعة ولا اما، وماني حقد على حتى واحد، لا ربيعة ولا اما. هذا هو مكتوبي راني جوز فيه. سكتي علينا راضي اختي، خليني نرقد. الو ماني مزياني طحت فيك، مرت بابك وين راهي؟ وقيلا راهي راقده، استنى نشوفها. راهي راقده، عيتها الخياطه. شوفي راهي هنا خالتكم، راهي حابه تشوفكم، تقدروا تهبطوا؟ مانيش عارفه هذا وين رقدت وقادره تفيق بينا. هبطوا زوج دقائق، يا قلتي راهي راقده. دورك نشوف. راديه خالتي جات وحابه تشوفنا. ما نهبطش عندي مراجعه، ما نطولوش، زوج دقائق برك. يا بنت يا اخي راكم متاكدين ربيعه ما فقتش بكم كي هبطتوا؟ نهار كامل وهي خدامه، تصير غير ترقد تاع خشبه. علاه ما ترقدش؟ مهني على كل حاجه. بصح ما تنساش اماني ربيعه راهي تعيا بزاف، وملي تنوض الصباح وهي مع الخياطه. هذيك الخياطه
كاش نهار خيطت لكم ربات فرحتوا بهم؟ راهي توكل فينا بزاف عليها. انا توحشتكم بزاف. حنا تاني توحشناك. وانتي كيفاش؟ قريب الباك لكن مجدة روحك شوية. صافا راني مجدة، الباقي على ربي. ان شاء الله يا ربي تربحي وتجيبيه. على بالك كان غير قرايه اللي تخرجك من المحاين. انتي ماما خسارة حبستي قرايتك بكري. ايه يا خالتو كان مستحيل نقدر نقراو كيف كيف، مادام لي انا الكبيرة تحملت المسؤولية. لا لا يا بنتي، انتي خرجتي لامك راسك ثقيل. مزيه برك ولدت حاجة منها. اوه عمتكم مازال ما جاتش مع خوها فريده؟ ما راهيش ناويه ترجع بعد الدواس اللي صرا بينها وبين ربيعه، محال تقبلها. وما بان لها حتى زواج. والله ما على بالي ماني، انا ما نسقسيه وهما ما يقولوا لي. وما قالت لي راكم تروحوا عند خديجه، هي مليحه وولادها كبروا. والله غير تعبوها، مره على مره نروحوا نعاونوها. ربيعه ما يعجبهاش الحال بصح ما عندها ما تدير. معلوم ما يعجبهاش الحال على خاطر باباك ما عندوش الكلمه في الدار. وعلاش ما عندوش الكلمه؟ بابا راجل الدار. ما قلنا والو. يعيشك ماني، ما نحبش نزعفك، ما تزيديش تجبدي لي على هذيك الدار. خاطر هذاك بابا واللي راكي تهضري عليها مرت بابا، وهي اللي راهي معيشتنا. اوه هما خلينا من هذا الكلام، انا ما على بالي لا باباهم لا مرت باباهم. انا اللي يهمني هما. تفكرت واش راه مراد هذاك اللي لازم نسقسو عليه؟ تقول عليه ماهوش خو سليمان. بابا حاجه وعمي حاجه اخرى، كل واحد كيفاه خلقه ربي. المهم راهو بخير، خدام لاباس عليه. وراه يعيط ساعه على ساعه؟ كل سمانه يعيط، على الاقل هو بعيد ويتفكرنا. وقتها يولي؟ ما شكيتش، يقولوا شرا دار ورايح يقعد تم. تزوج ولا مازال؟ مازال ما تزوجش، بصح عمتي خديجه حبات يجي هنا وتزوجوا. مراد ناس ملاح، يستاهل وحده كيفو. ما ولا غير بزاف من الصباح وحنا نهضروا، نسيتي تحطينا حتى كاس كازوز. ما فيها والو، ماني موالفين بها، ملي ندخلوا هي تسقسي. عندك الحق. سمحي لنا خالتو لازم نروحو، لو كانت فطر ربيعه تقلب علينا الدار. انا غير نسعفو. انت اللي راكي تسعفي. راديه خلينا من هذا الكلام، يلا نروحو. شوفي راديه اختك عندها الحق، هاد العام عندك الباك، اختك من المشاكل. استنى لا لا خليت والله والو تدي ما كتر خيرك. هذا هو حال اللي يجيب الدراري واحد ورا واحد، ثلاثه ماشي ساهلين للتربيه. على كل حال ما كانش حل اخر، وكم ما عملتيش كيما هكذا يفوتك وقت الولاده، ولا نسيتي بلي ما تزوجتيش وانتي صغيره؟ ايمان على ما تجيش تعاونيني، الدار كبيره وراجلي ما يقول عليكم والو. هواه ما عندها وين تروح، انا ثاني نحتاجها. انتي ولادك راهم كبروا يا ربيعه، ونسيتي الخيطه اللي حكمت لي وقتي كامله، وشكون اللي تهلا في الدار؟ يا اخي انت راهي معاك راضيه. هذيك راضيه نهار كامل مشغوله بقرايتها. اواه راسي يقول لي نقول بابا هيبطلها ونتهنى. انا ثاني عييت اختي. انا نروح ندير القهوه. سلامة يا سلمى. واش بك يا لالا؟ عيط لك الخدمه قالوا لي ما جاتش. عيانة شويه. قولك الصح توحشت نقعد في الدار. صافا الحمد لله. القهوه واجده تشربي؟ ماذا بيك؟
المجلات اللي عطيت قرايهم. هذا واش لقيت قدامي؟ شفتي كان عندي عندك طفل صغير ولا طفله يلعبوا هنا يجريوا لهيه يعمروا عليك الدار وتلهاي، ما يعوش عندك الوقت لهاد الحوايج. واش حبيتيني ندير؟ هذا مكتوب الله. مكتوب الله ايه، بصح يظهر لي انتي تانيك ما كيش حابه. يعيشك هدى اختي، انا الكلام هذا كرهته، وين ما نروح عندهم ما تسمعوا لي. ودنيها غلطة. وش حبيني ندير انا؟ الدراري هادو روح نجيبهم من السوق. يا بشرى ياك على بالنا بلي حكيم تسعه هما وحده، وانا نعرفو مليح يحب الدراري بزاف. علاه انا مانيش حابه الدراري؟ يا اخي على بالكم بلي هو السبب. المشكل ما راش في شكون السبب، المشكل انك انتي راكي راضيه بهذه الحاله. مانيش حابه نحطو امام الامر الواقع، ماذا بيا يقرر وحده. يظهر لي انتي اللي ماكيش حابه الدراري. علاه ماكمش حابين تفهموا؟ نحب الدراري ولا نكرههم؟ عندي مين نجيبهم؟ وبالك كاينه حاجه عايشه في قلبك وما راكيش حاسه بيها. واش هدى حابه ترجعي لنا الحكايه تاع بكري؟ انا ما كاين والو في بالي. هذا واش كنتي تقولي؟ ماشي واش كنتي تخمني. راكي غلطه، انتي اللي حابه تغرسي في راسي هاد الفكره. على بالي بلي ما رانيش غلطه، وديريها مليح في بالك، حكيم راه بدا يشك. واش بدا يشك؟ راه يشك بلي ما تحبيهش. واش اللي خلاه يشك؟ انا عمري ولا قصرت في حقه. خلاص بشرى، بصح وعديني تكلميه وتسيفي عليه يروح يشوف طبيب. ما نقدرش نوعدك، ماشي وقته. راني داوس شكون اللي تدينا خديمه عندها. سكتي عليا، ما نقدرش نروح عند عمتي ولادها صغار وانا مقلقه. هنا امها كي مريحتني، وزيد عمتي ما يساعدها لا نجيب الباك ولا نروح للجامعه. عمتي ما راهيش عليك، على بالها راكي لهيا بقرايتك. اي فهمت بلي راهي عليك. وعلى هلالة انا خديمه، على الاقل عمتي ما تعايرنيش. وكيفاه تخليني وحدي؟ اسمعي، وعلاش ما نروحوش كيف كيف؟ ايه ماذا بيا، عندك الحق، عمتي المهم نريحوها ونخدموا عليها، وحتى راجلها مليح بزاف. ما حابه نغيد حتى واحد. ايمان على حابه تروحي وتخلينا وحدنا؟ وعلاه نخليكم وحدكم ياك راكم عمكم؟ ماما مقلقه بزاف، وغيرنا غلطوا في حاجه تضربنا، وغير انتي اللي راكي مخبي علينا كلشي. على بالك ايمان تي هي ماما، ملي فتحت عينيا صبتك غير انتي قايمه بيا. ماما عمرها ما كان عندها الوقت لينا. بابا علاش تروحي؟ انا حفظت تربيه مدنيه، جيت تديلي؟ كمل حفظها مليح، وكي تروح عمتي راني نجي. منال روحي عاوني اختي. هيا بلا نعم. ايمان يعني ماكش رايحه عند عمتي؟ ما نقدرش نخليهم وحدهم، راهم محتاجين ليا بزاف. كاينه من هذا الكلام، راهم عمهم. ما راكيش تشوفي كيفاش راهي تعامل فيهم امهم؟ زعف بابا كامل راه يتردوا فيهم. عندك الحق، كي نشوفها كي تعاملهم نقول ما يزعفش كي تكون قاسيه علينا حنا ولادها وما عتقتهمش. ها راكي واجده يا اخي، تروحي معايا. انا قلت لها وهي تدبر راسها تقعد ولا تروح، بس هاي تعرفني. سمحي لي عمتي ما نقدرش نجي معاك. صار هكذا كي عادت في الصح سمحتوا فيا، يعطيكم الصحه انا اللي نستاهل.
عمتي اقعدي تشربي القهوة. ما نشربهاش قهوتك. ما تزعفيش عليا عمتي. نزعف ولا ما نزعفش غير كيف كيف. نوعدك سمانة جاية نجي ننظف لك كامل البيت. يا بنتي قالوا لي جبتي الباك صح؟ جبتو بابا افيك مونسيون. مبروك عليك بنتي. واش ما ديرولناش عشاء على هذا الخبر؟ ونديروا له عشاء بالقضيه اللي جبتو انت. بابا عندي هضره معك في بيتي. هذه جديده هذه. من وقتاش ما فات قاسمي لي الاسرار مع باباك؟ والله ما تقالت حاجة في غيابي. بابا حابة نسجل في وحدة الشعبة وعلى جالها جبت الباك. سجلي وين تحبي بنتي وراء المشكل. الشعبة هذه ما كانش في الولاية هنا، لازم نروح للدزاير. ومن بعد وراه المشكل؟ وراه المشكل ما راكش فاهم. الدزاير يعني تبعد على الدار. ايه وين راه المشكل ومن بعد؟ فهموني. تبعد على الدار يعني تعتبت في الجامعة. Désir au plaisir, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, nous le franchissons chaque dimanche soir autour de 22h pour rencontrer donc justement les agitateurs de la scène culturelle. Entre cinéma, théâtre, littérature, peinture et philosophie, les esprits s'emballent tous les dimanches autour de 22h. À bon entendeur. تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا.
messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Canal Algérie. Alors, comme on l'avait déjà dit, dans le cadre de la protection des nationaux établis à l'étranger et en particulier en France, je réponds à quelques questions concernant le droit des étrangers et en particulier le droit d'immigration. Titre 3 du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 1968 modifié, que les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants, par exemple bourse ou autres ressources, se sont droits sur le sol français pour pouvoir se prévaloir du fait que vous êtes né sur le sol français d'un parent qui est lui-même né. Maître Lasbeur répond à vos questions dans Droit de l'immigration à l'étranger, dimanche soir à 19h30 sur Canal Algérie.